حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. مشاهدينا، نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال الرقم الخاص بالواتساب الخاص بالبرنامج من أجل إرسال رسائل بتعليقاتكم وأيضا مشاركاتكم. موضوعنا اليوم سيكون عن موضوع تأجيل الانتخابات من عدمه. حيدر العبادي رفض فكرة تأجيل الانتخابات وقال بأنها استحقاق دستوري يجب أن يتم في موعده المحدد، بينما ترى كتل سياسية كثيرة طبعا في السلطة موجودة بأن الحل الأفضل هو تأجيل الانتخابات. هناك من يرى بأنه ربما تكون وجهة النظر المتعلقة أو المرتبطة بالجهات السياسية هي ربما تكون صحيحة، نظرا لأنه الوضع في العراق الآن لا يسمح بإجراء انتخابات. وهناك من يرى بأنه موقف العبادي مع أي جهة توافق على إجراء الانتخابات في هذا الوقت في موعدها كما يقال هي خوفا على مستقبل العملية السياسية بشكل عام، من الانحراف إلى طرق ربما قد تقود هذه السلطة إلى الرحيل اضطرارا. طبعا قضية الحكومة الطوارئ وغيرها من هذه الأمور التي قد تؤجل أو تماطل في عملية الانتخابات، وبالتالي يصبح وجود هذه السلطة وجود غير شرعي. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود من أجل الحديث بهذا الموضوع، ابقوا معنا. محاربة الفساد، إصلاح النظام السياسي، إصلاح المجتمع، إصلاح منظومة الدولة، بل تكريس مفهوم النزاهة. كلنا نقف جميعا مع فكرة الإصلاح. كيف يستطيع أحد أن يحارب الفساد وهو فاسد؟ يعني الآن هدف واحد أمامنا، من السابق لأوان الحديث عن تشكيل كتلة مستقبلية، الآن أكو هدف يجمعنا، هذا الهدف هو الإصلاح الحقيقي، الإصلاح الحقيقي، الإصلاح الحقيقي. في ليلة الاستجواب، في ليلة الاستجواب أغلق تلفوني صراحة. في اليوم الثاني قبل ما دخلت من الاستجواب في غرفة سليم الجمهوري جاء علي قال لي البارحة 40 مرة اتصلت بيك وما حصلتك، أنا كنت قاعد يم السيد النائب، الموضوع كان حليناه. حنان الفتلاوي اللي يقول لي يمها نعم، مقابل 2 مليون دولار. وقال لي هسه العرض قائم، هسه العرض قائم، إذا تقبل الاستجواب تسحب حنان الفتلاوي. الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد، وقد تعاملت معه الحكومة ككرة نار تحاول إلقاءها على البرلمان. تشاومني على عقود، على عقود الجيش، هذا ادفع ثمن الآن، هذا الآن، الآن تحدث بكل الأسماء، والألف ألف تحدث بكل الأسماء، يسميها محمد الكربولي صفقة السيد الرئيس، بكل الأسماء 1500 همر من الولايات المتحدة يروح جيبها يموتون بها الجنود العراقيين، كل همر يستفادون منها 200,000 دولار. السيد الرئيس تحدث الرئيس مجلس النواب المحترم. طبعا كما ذكرنا في بداية الحلقة مشاهدينا الكرام، الموضوع اليوم سيكون عن الانتخابات. من الذي يستعد الآن للمشاركة في هذه الانتخابات من عدمه؟ طبعا السؤال الذي طرحناه أو الذي نطرحه في هذه الحلقة للمشاهدين الكرام والذين يرغبون بالمشاركة، هل ترغب بتأجيل الانتخابات أم إجرائها في موعدها المحدد ولماذا؟ سؤال يطرح، وهناك مجموعة من الأسئلة حقيقة التي يتم تداولها الآن في الشارع العراقي. ما الذي بقي في هذه السلطة وهي نفس الوجوه طبعا التي حكمت منذ 2003 وحتى هذه اللحظة مجرد تغيير للمناصب، ما الذي بقي في هذه السلطة ليتم انتخابها مرة ثانية من أجل انتظار المنفعة العائدة منهم؟ طبعا على مدى 14 عاما من الاحتلال، على مدى 14 عاما طبعا من سلطات ما بعد الاحتلال، هذه السلطة أو هذه الشخصيات التي الآن تحكم العراق، التي الآن تشارك في البرلمان أو في مناصب سيادية في الدولة، لم تقدم شيء للعراق. والدليل أنه ما يحدث الآن من دمار وخراب هو بفعل أو نتيجة السياسات المتبعة من هذه الوجوه أو هذه الشخصيات. هذه الشخصيات هي نفسها التي تريد أن تترشح مرة أخرى من أجل المشاركة في العملية السياسية، من أجل البقاء وليس المشاركة، البقاء في هذه السلطة. هل الشعب العراقي الآن راضي بما يحدث لينتخب هذه الوجوه وهذه الشخصيات التي وصفها كثيرا بأنها فاسدة وسارقة وقاتلة، والتي رعت ميليشيات، والتي ساهمت بتدمير العراق، والتي ساهمت بدخول الإرهاب وارتفاع نسبة البطالة والفقر والمعتقلين والتهجير وغيرها؟ هل هذه هي السلطة التي يحتاجها المواطن العراقي لإعادة بناء هذا البلد؟ نفس الوجوه مهما كان عددهم
في البرلمان أو في الوزارات أو حتى وإن كان مدير لأي مكان مؤسسة حكومية أو غيرها وحتى أصغر عامل ارتبط اسمه بفساد أو سرقات أو رشوة أو غيرها، هو عال على هذا المجتمع، هو دمار وخراب لهذا المجتمع إن بقي في السلطة أو إن بقي متواجد في مكانه. فهل الشعب العراقي رغبة ببقاء هذه الوجوه التي وصفها بأنها كالحة وأنها تسير خلف المعممين وبسبب ربط الدين بالسياسة دمر هذا الوطن ودمرت هذا دمر هذا المجتمع؟ طبعا تحدثنا عن قضية محاولة تأجيل الانتخابات. موضوع تأجيل الانتخابات طبعا بشكل عام المقررة في مايو 2018 بالنسبة لبعض الجهات أو الأحزاب هو موضوع قوي، يجب أن تؤجل الانتخابات، هذه وجهة نظر. طبعا هناك من يرى بأنه موضوع الانتخابات وتأجيلها هي منفعة للمجتمع العراقي بشكل عام لأنه طفح الكيل به من هذه الشخصيات، ولكن مراقبون يعتقدون أن هذا الاستحقاق الانتخابي ربما هو الأهم الذي تشهده البلاد. يعني ما التفسير لهذا الموضوع؟ يقول المراقبون أنه يحل في لحظة تخلص خلالها العراق من تهديد أخطر تنظيم إرهابي. طيب طبعا هذا النص جئت به من إحدى الصحف الإلكترونية، المواقع الإخبارية. طبعا إذا فسرنا موضوع أنه العراق تخلص من أخطر تنظيم إرهابي، هو كيف دخل هذا التنظيم أصلا إلى العراق؟ من الذي سمح له بالدخول؟ هذه النقاط، ألم تكن السياسات المتبعة من قبل نوري المالكي سياسات عشوائية دموية اضطهادية تجاه أهالي المحافظات الغربية المتظاهرين السلميين؟ ألم يكن هذا الموضوع هو الدافع، هو الذريعة لإدخال التنظيم على العراق، لجلبه إلى المنطقة، لجلبه إلى العراق وتدميره بهذا الشكل؟ أليس بسبب المالكي وبسبب السلطة الموجودة والبرلمان والسياسيين الموجودين في هذه الحكومة بسببهم دخل التنظيم إلى مدينة الموصل واحتلها ودمرها؟ إذن العراق لم يتخلص من هذا التنظيم بقدر ما دمر التنظيم في العراق، بقدر ما تبعت من سياسات أدت إلى ظهور هذا التنظيم وجلبه إلى العراق وتدمير هذا البلد وتدمير هذه المحافظات وتهجير أكثر من 5 ملايين مواطن عراقي في الداخل العراقي خارج منازلهم. هناك ما مضى عليه أكثر من 2 سنين ولم يعد إلى منطقته حتى هذه اللحظة، جرف الصخر كمثال. معنا اتصال السيد أبو حسن من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. حياك الله أبو حسن. أخي العزيز، أنا يعني أبقى رسالة للعراقيين إذا أمكن. يعني أقول يا عربي يا عراقيين، ترى الدين والشرف أهم شيء بالكون كله هذا. يعني إحنا بأزمة وجود. هذول الجماعة يعني بيحكمون البلد للإسلام والمسلمين، تأمروا على المسلمين ومو بس العراق. يعني هم يدعون بأنهم إسلام بس هم بعيدين عن الإسلام. هم دول وصلنا للكارثة هاي. هم معروفين، هم المجوس ذراع إسرائيل والأمريكان وبعض الحكام العرب مع الأسف اللي باعوا دينهم ودنياهم من بلاد الدوقع ببعض الحكام العرب على يد أعداء المسلمين العرب. نعم. عندنا الإسرائيليين والأمريكان عندما هدد ترامب الدول اللي تعارض قرار اعتراف القدس لإسرائيل يقطع عنهم المساعدات، فأما نعيش بكرامة أو نموت بشرفنا. أبو حسن، تناقشت ويا بعض الأخوة عن موضوع الانتخابات، قالوا أنه على الرغم من كل اللي دي يطلع بالعراق من حكي، الشعب غاضب، الشعب محتقن، لكن حنشوف نتفاجأ طبعا في النهاية أنه بالانتخابات حنلاقي ملايين راحت انتخبت، جماهير راحت انتخبت، نفس الوجوه ونفس الشخصيات. سألت ليش؟ قالوا ذولا ماشيين على مبدأ نور المالكي، مبدأ ما ننطيها. هناك من يخشى أن يفقد السلطة، أن يفقد هذا الفساد، حتى وإن كان رافض لوجود الشخصيات ووجود المعممين والميليشيات، ولكنه يخشى على بقائه، على مكانه، على نفسه كما يرى هو طبعا، بأنه لو ذهب هؤلاء سيأتي بالنسبة له الأسوأ. طيب شلون احنا نقدر نتخلص من هذه المبادئ، مبدأ ما ننطيها ومبدأ إذا نروح هيجون ذولاك يدمرونا يهجرونا من هالكلام؟ نعم أخي العزيز، الشعب ما لنا رده توعيه. هذول الاخبار اللي وصلتني يعني من بعض الناس
يقول لك اللي ما يروح ينتخب تنقطع عن البطاقة التموينية. يعني هاي شيء مؤكد. هذا شيء رسمي. لازم يحدث ولازم. هذا شيء رسمي، هذا أقرته رئاسة الوزراء. أي نعم. فهم يعني يا أخي يعني سواء رضينا ما بين يدون يخون على العراق يعني على الشعب هذا. أنت روح بعيد يعني هم أحد حقارتهم يعني جوا مخدرات في المقاهي. في المغارب الأماكن دول الشباب هيدمرون هم يدون البلد. فيا أخي دول عبيد إسرائيل ذراع إسرائيل. فأنا أنصح عن طعن الثاني يعيش بكرامة ترى الشعب المعنى حافظ على كرامته بس هذا الشعب طيب. مريض. إذن التوعية. أنا أشكرك أبو حسن من بغداد. التوعية لهذا المجتمع، محاولة إخباره أو محاولة إظهار الحقيقة له. طبعا هذا الموضوع سارت جهات كثيرة عليه منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة، ونحن على سبيل المثال كقناة فضائية سعت دائما إلى إيجاد الحقيقة وإظهار الحقيقة للمواطنين. بقى الموضوع على من يتبع هذا الموضوع أو من يؤمن بهكذا فكرة. احنا عرضنا اللي علينا وسوينا اللي علينا، نصحنا الناس حتى في الانتخابات، أول انتخابات أجريت في العراق قلنا جربوا حظكم. ولكن الأدلة الآن أدت إلى ظهور هذه النماذج طبعا، وأثبتت أن العراق لا يسير بوجود من له ارتباطات خارجية، من له ارتباطات وولاء إيراني أو ولاء أمريكي أو غيرها. لا يسير البلد إن كان الاحتلال الأمريكي ما زال يحرك الأيادي في العراق ويتصرف بالقرارات السياسية وغيرها وحتى بالاقتصاد وغيره. عندما يتم وضع نور المالكي إجباريا غصبا على قائمة العراقية في 2010 أياد علاوي وغيرها ويكمل لولاية ثانية، أنت مو بلد حر، أنت مو بلد مستقل، أنت بلد تتحكم بيك جهات خارجية. لما يكون عندنا الوضع بالعراق بهذا الشكل، إذن يجب أن لا تبقى هذه الوجوه مرة أخرى، يجب أن يأتي فعلا التكنوقراط، أن تأتي فعلا الجهات المستقلة، الجهات الوطنية التي بإمكانها أن تقود هذا البلد بشكل لا يسمح للآخرين مهما كانت قوتهم أن يتدخلوا بالشأن الداخلي العراقي. حنقرأ الرسائل اللي وردت على الواتساب ولكن بعد قليل معنا اتصال. سيد محمود من بغداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. العفو عيوني هاني في العنوان بالضبط مال الحلقة ما لحقت افتحها. أبو سيد محمود حضرتك خابرت لو شلون يعني؟ إيه هو حضرتك المتصل يعني. سيد محمود. عموما أنا أشكرك سيد محمود حضرتك مشارك وما تعرف العنوان. عموما شكرا جزيلا للمشاركة. العنوان حتى سيد محمود وغيره يعرفون الموضوع كما ذكرنا، الموضوع اليوم الحديث عن تأجيل الانتخابات من عدمها. طيب حنعرض لحضراتكم الآن مقطع فيه رفض حيدر العبادي لتأجيل الانتخابات من قبل بعض الكتل السياسية التي طالبت طبعا بذلك، فنشاهد. حالات الدستورية فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر وحسب الدستور ما لا يقل قبل 45 يوم من انتهاء دورة مجلس النواب اللي هي 4 سنوات تنتهي في 1 تموز 2018. فإذا ترجع 45 يوم يصير 15 أيار 2018. مجلس الوزراء أقر الانتخابات يوم 12 أيار في عام 2018 سواء الانتخابات النيابية وأيضا الانتخابات مجالس المحافظات حسب طلب المفوضية العليا للانتخابات بأنها تستطيع أن تجري الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات والانتخابات الوطنية النيابية لمجلس النواب تستطيع أن تجريها في يوم واحد، وبالتالي مجلس الوزراء أقر هذا الموعد. طيب إذن الموضوع كما تابعتم، حيدر العبادي يصر على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، يرفض تأجيل هذه الانتخابات، يرى بأنها استحقاق دستوري يجب أن يتم. طيب السؤال الذي وجه إلى هذه السلطة وإلى حيدر العبادي وكل الذين يرغبون باستمرار هذه الانتخابات أو إجرائها في موعدها المحدد، كيف يمكن أن تجرى انتخابات في ظل وجود هذا الكم الكبير من المهجرين؟
خارج ديارهم ولا يمكن لهم أن يصوتوا بشكل قانوني. طيب هذا سيكون استثناء لهؤلاء، هل سيعادون إلى مناطقهم؟ هل سيعاد إعمار مناطقهم قبل الانتخابات؟ أسئلة كثيرة بخصوص هذا الموضوع. لديك موضوع البطاقة التموينية وموضوع المنع من المشاركة أو من الحصول على البطاقة التموينية إذا لم يحدث الناخب البطاقة الانتخابية بالنسبة أو بيانات الانتخابية. طيب هذا ضغط على المجتمع أيضا. صحيح أن البطاقة التموينية الآن أو الحصة التموينية في العراق بشكل عام تخلو من المواد تقريبا، ولكن ما زالت بالنسبة للمواطن هي ورقة يمكنه أن يجري بها معاملاته الرسمية. الآن الضغط على المواطنين بهذا الاتجاه، موضوع إما أن تصوت أو تروح تنتخب أو نحرمك من البطاقة التموينية، هذا موضوع آخر بالضغط على المواطنين. أجواء العراق الآن، الوضع في العراق الآن أمنيا اقتصاديا وعسكريا، الآن الخراب الموجود في المدن، العمليات العسكرية صح الحديث أنها انتهت، ولكن الوضع في العراق وضع غير مستقر. كيف يمكن أن تجرى انتخابات في وضع كهذا، في وضع غير مستقر كهذا الوضع؟ عندنا خراب ودمار في مناطق، يصعب على الناخبين الذهاب إلى الانتخابات بهذا الشكل خاصة المهجرين. طبعا كثير من الناس الآن ترفض الذهاب للانتخابات، تقول لك بسبب الوعود الكاذبة التي أعطونا إياها البرلمانيون والسياسيون. طبعا هذا الكلام خصيصا للسياسيين المحسوبين على المحافظات السنية الذين وعدوا الناخبين بحياة أفضل، بإعمار مناطقهم، بإعادة الخدمات، البنية التحتية وغيرها من هذه الأمور. هؤلاء الآن الذين يسكنون العراء هل سينتخبون؟ هل سيذهبون إلى انتخاب الشخصيات التي أدت إلى تهجيرهم من منازلهم ومناطقهم؟ أيضا من الموضوع للمحافظات الوسطى والجنوبية، ونفس الكلام. طبعا معنا اتصال سيد أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد والله يعني سواء أنا تأجلت الانتخابات أو ما تأجلت هي نفس الوجوه باقية. وسبحان الله كأن العراق ما بيغير بس هالوجوه هاي الكالحة. يستعجلون بإجراء الانتخابات حتى 62 عنصر من الميليشيات اللي رشحوا نفسهم راح يستلمون المقاعد بصورة رسمية. يعني ماكو خلاص من هاي الوجوه إلا هو مقاطعة الانتخابات. بس أريد أقول للشعبنا بس فكروا شوية شنو اللي قدموا لكم من إنجازات. ما هو هي الكارثة الكبرى أنه أنت تحضر بالعراق أو تكون يعني على سبيل المثال خلينا نتكلم هسه على الواقع الموجود في العراق. يعني الكارثة الكبرى أنه يطلع لك معمم أو مرجع ديني يقول لك يحرم عليك كذا إذا ما تروح تنتخب الجهة الفلانية، فأنت يعني تتبع المرجع هاي طبعا جهات أو شخصيات أو فئة من المجتمع خلينا نقول إنه هي تسوي هذا الموضوع. وصارت قبل تحرم عليك زوجتك إذا ما انتخبت 3 خمسات، ومن هالسوالف التعبانة اللي أدت إلى انتخاب الفاسدين. طيب شلون إحنا هسه نريد نخلص من هذا الموضوع، من موضوع الانتخابات، وأنت عندك جهات تتكلم باسم الدين تحكم باسم الدين وهي تدعوك إلى انتخاب فاسدين؟ يا أخي العزيز يعني هو معقول الشعب بقى إلى هالفترة هاي وهو ما متأكد بأنه رجال الدين والمعممين دا يدفعون للأسوأ ودا يفتون فتاوي لا الله يقبل بها ولا رسوله، دا يفتون فتاوي في سبيل بس مصالحهم يستفادون من عدها. يعني من يطلع المرجع النجفي مدري شو اسمه ويقول هذا ابن المرجعية على عمار الحكيم، وعمار الحكيم مستلم البصرة كلها، وعمار الحكيم ماخذ الكرادة كلها، خلي يطلع اللي انتخبوا القائمة مالته بالفترات الماضية خلي يطلعون يقولون شنو اللي استفادينا من عمار الحكيم وشنو تقدم لنا عمار الحكيم. نعم. يعني معقولة بقوا بهجها لله الفترة هاي؟ أخي ماكو داعي للانتخابات أصلا. وإذا هم دا يهددون بالبطاقة التموينية مثل ما قلت حضرتك، هي البطاقة التموينية مجرد تمشي بها معاملتك، هاي لزقنا بها لزقة، من تروح لأي مكان جيب المستمسكات الأربعة. ماكو غير المستمسكات الأربعة، هو شو مقدمين لنا بالبطاقة التموينية؟ أشو بطل الزيت اللي ينطوه بالحصة التموينية نفس السعر اللي بالسوق بالتجاري. صحيح. شنو اللي يقدمونا إياه؟ التمن اللي دا ينطونا إياه تحطه على النار مثل ما طلعوا لنا مقطع من المقاطع يقول لك بس قال الله يبطه ويطلع من عنده دخان وبعدين يعني يتجمع ويصير بيه فد مادة لزجة يطلع بيه نايلون. نعم. يعني مو حتى الشعب سمموه وهم ياكلون ويشربون وبراحتهم وولدهم كلهم بالخارج،
3 ملايين ونص نازح فكروا بيهم، الناس اللي بالخيام فكروا بيهم، الناس اللي عافت بيوتها، الناس المشردة فكروا بيهم، لو بس يريدون مصالحهم تعالوا احضروا انتخابات. طيب هاي الناس المشردة شلون حتنتخبهم وهي ما زالت مشردة؟ يعني هذا المدني اللي حالة حالة ضيم حالة قاعد بالخيام بهالبرد وبالحر بدون أكل بدون دعم بدون دواء غيرها، وطبعا الاعتداءات النفسية والجسدية اللي تتم عليها من قبل الميليشيات وغيرها، هذا لما يكون هذا وضعه ويجي موعد الانتخابات هل حتكون عنده رغبة بالذهاب للانتخاب؟ مستحيل تكون عنده رغبة، لأنه خلي يشوفون حاله، هو بيا حال بيا حال هسه، هو لما هذا البرد اذا يقتل بيه والمطر والتراب والعجاج وهالحشرات والعقارب وغيرها وغيرها قاعد تطب للخيام مالته، شنو اللي مستفاد من عندهم؟ ما فكروا بيهم؟ يعني لو بس يدوروا مصالحهم والله ما نقول الا حسبي الله ونعم الوكيل. سيد ابو ناصر شكرا جزيلا. نقرا بعض الرسائل التي وردتنا. طيب نستمع الى راي السيد يوسف وبعدين نرجع لقراءه الرسائل. يوسف من بغداد تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني بس اريد اعرف اني شغله واحده. تفضل. المرجعيه من منطقه فتوى على مقاتله داعش، شنو اللي مدخل المرجعيه تعطي فتوى عن الفاسدين وتحريم كل هؤلاء من الانتخابات والوصول الى الكراسي؟ واحد اثنين، مثل ما شفتوا انتم والعالم شاف والشعب شاف انه سليم الدبوري قبل كم يوم راح للبصره واستقبلوه، كل هذول شيوخ الفتنه، هذول ايضا شيوخ الفتنه والفاسدين الموجودين بالبصره كلهم استقبلوه. شنو اللي سواه هو للبصره وللبغداد سليم الجبوري؟ هذا واحد. اثنين يطلع قبل كم يوم هذا النائب عن التحالف الوطني، التحالف اللي دمر الشعب، التحالف الوطني الاطوان، يقول المدنيين يجيبون متظاهرين من الملاهي. لا اخويا لا، الملاهي التزمتها الميليشيات، الملاهي التزمتها قاده الميليشيات، احزاب دينيه. ما هو فضحهم فائق الشيخ علي نائب برلماني قال احزاب دينيه منتفعه من الملاهي الليليه الموجوده في العراق. اخي اخي الملاهي موجوده هسه، البنات 12 و13 سنه اخي، تعال شوف الظن، تعال شوف بغداد ايش جاي يصير بيها. يا عطواني انت قاعد بالمنطقه الخضراء، بناتك قاعدات بطهران وباوروبا، والسياسيين كلهم انتم قاعدين تطرحون. زين اريد اقول للمدني يشرفك ويشرف عشيرتك، المدنيين دول اللي تحت التحرير هم دول اللي يردون اعتبار وكرامه المواطن العراقي. زين، واحنا كنا ضد الانتخابات. نعم. ويا ناس يا ناس كونوا على يقظه، هذول لا يقشمروكم لا بطانيه ولا بدجاجه ولا بكارت، واشتغلت دعاياتهم الانتخابيه كلها زائله، هم وهم باقون للاسف الشديد. يعني لا مستشفى بنوا، لا شارع بنى، لا جسر بنى، القضاء هش، النواب حراميه، دمروا العالم، دمروا الدنيا، دمروا الاول والثاني. نعم. كاف عد عمي، كاف عدني، البارحه تدري انت الحالات الجرحى والقتلى بالمستشفى، الاطفال شنو لو مذبحه واحد عريس صابت له الغرفه مالته. شكرا جزيلا سيد يوسف. طبعا هسه ذكرنا قبل شويه لا تغريك كما يقول السيد يوسف من بغداد، مشاهدين الكرام العراقيين بشكل عام، لا تغريكم البطانيه او الدجاجه اللي يقدموا لكم اياها او الصوبه في الشتاء او غيرها من هذه الامور الوقتيه، لان هو بعدها حيبقى لمده 4 سنين، ساعتها انت حظل تاكل وحل حشى السامع 4 سنين. هكذا يرى المجتمع. لا تغرك او لا تغريك المغريات اللي يقدموا لك اياها من فلوس او شغلات وقتيه، لان هاي كلها شغلات وقتيه تذهب مع الوقت، ولكن هو حيظل يسرق باموالك واموال اجيالك اللي وراها ويحملك نفقات ويحملك ديون انت واجيالك واجيال اجيالك القادمه العشرات السنين الجايه. حيظل موجود الفاسد والسارق ونفس الشخصيات تظل موجوده بالسلطه، تعطيك بطانيه بس تاخذ منك 4 سنين من حياتك وعمرك وفلوسك انت واطفالك واحفادك، وتلقى بعدين انه انت طلع عندك جيل ما يلقى وظيفه، ما يقدر يعيش في هذا البلد، عليه ديون، حتفرض عليه ضرائب، حتقوم الدوله طبعا بسبب المحسوبيه والفساد وغيرها والواسطات، يظل هذا ابنك يا متشرد بالشوارع يا يذهب الى سكه الانحراف مثل ما ذهب كثير من الشباب بطريق القتال وطريق ما يسمونه بالمقاومه.
طيب خلينا نقرا بعض الرسائل ونرجع لهذا الموضوع. احد المشاركين ابو علي من ابو علي يقول السلام عليكم قناه الرافدين، ابو علي اخوكم من البصره، اخواني لا تصدقون العبادي ترى مجرد اعلام يا اخي، غراض اهل الانبار يبيعون غراضهم بالبصره. الميليشيات اللي ذهبت على طاري التحرير، تحرير وتخليص هذا المجتمع، حمايه الاعراض وغيرها، هي حمايه الاغراض، راحوا يبوقون الاغراض الموجوده بالمحافظات وتنباع بالمحافظات اللي جاؤوا منها، وكما يقول السيد ابو علي نقلا على لسانه. طبعا معنا اتصال سيد ابو مصطفى من الموصل، تفضل ابو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مثل ما تفضل ابو سيد ابو علي حسب قولك انت تقول فعلا هو يحمون الشركات والجرائم مالهم، يطلعون على مناطق يستهدفون بعض الاشياء الثمينه حتى يسرقوها، هذه اصبحت مالوفه لدى الشعب او معروفه لدى الشعب العراقي. كل اللي نعرفه اليوم الانتخابات هي ترى ماكو انسان عراقي شريف، كل الشعب اكثر الشعب ما نقول كله الا المستفادين كلهم ما يريدون كل هاي شكلاتهم، ولكن لا حول ولا قوه ان بعضهم الشر اهون، قد يجوز يصير اتجاه العباد لانه كنتوا قسم الاصلاح صار، ولكن من نرجع وننظر الى الناس اللي يريدون الاطاحه بالعبادي هم اللي اكثر شراسه واكثر ضررا للعراق. طيب يعني خلي نمشي وياك بهذا الكلام ابو مصطفى. حضرتك تفضلت بس اسمح لي خلي اكمل لك. يعني انت خلي نقول مثلا انه حيدر العبادي مثلا انه شخص يريد فعلا ان يصلح، ولكن حواليه ثله من الفاسدين والسراق والحيتان اللي هي اقوى من عنده وما يقدر عليهم. طيب ليش باقي بالسلطه؟ يعني ليش يرضى المجتمع العراقي، ليش يرضى المواطن العراقي ان يقاد من شخص ضعيف؟ لا يمكن لهذا الشخص ان يجيب حق المواطن، يرجع حق الناس اللي انسلبت حقوقهم. طيب احنا ايش مجبوريتنا ببقاء ضعفاء يقودون هذا البلد او حراميه يقودون هذا البلد؟ امراض هؤلاء الناس اللي مع الاسف انقش من اليهود. اسمعني استاذ عمر؟ اسمعك، محمد وياك، اسمعك. الو ابو مصطفى. طيب فقدنا الاتصال مع السيد ابو مصطفى، عموما انا اشكره. مشاهدينا الكرام نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل قراءة الرسائل التي وردتنا. حقيقة كثير من الرسائل وردت وأتمنى الوقت يسعفنا لقراءتها كلها. أحد المشاركين يقول السلام عليكم، أقسم عليك بالله أن تقرأ رسالتي، دا نقرأها إن شاء الله. يقول أكبر السراق جماعة الحل والمشروع العربي سيمسكون المناطق السنية، أنا وأنتم والشرفاء يعرفون هؤلاء السراق اللي سرقوا أموال الهلال الأحمر والصفقات والمشبوه اللي ذكر وزير الدفاع السابق، كذلك أموال النازحين اللي أتت من دول الخليج، صاحب المشروع العربي اللي وضعه في جيبه. نقول الله ينتقم من كل حرامي ومزور من خان الأمان العيساوي. قرأنا رسالتك، بس هم العراق الموجودين في السلطة الآن كل من شارك في العملية السياسية رضى على نفسه أن يكون سارق أو فاسد، يعني لن الموضوع نحصره بجهة واحدة. طيب يقول أيضا أحد المشاركين أبو وسام يقول السلام عليكم أخي، على طار الانتخابات رشح قيس الخزعلي وأوس الخفاجي، وهاي طيار مع 62 من زعماء العصابات ميليشيا الحشد، مشغول الذمة كل من ينتخب هؤلاء الجلاوزة. أخوكم أبو وسام، السلام عليكم أخي، العراق ينتظر مستقبل أسود، ما زال 62 من عصابات ميليشيا الحشد رشحت الانتخابات. عندنا رسالة أخرى يقول أخي أقسم بالله العظيم أنا من الناصرية أكثر، إحنا الشيعة ما نطيق لا الخميني لعنة الله عليه ولا علي خامنئي الدجال،
ورسول صلى الله عليه وسلم قال: ما حن أعجمي على عربي قط، لا ورب الكعبة أخوك شيعي عربي من الناصرية والمعلومات الشيعية الموالين لإيران هم خدم ورعاة وعوائلهم أكثرهم أكثرها أنجبت عجم. والحر تكفي الإشارة. طبعا أيضا أحد المشاركين أرسل رسالة طويلة حقيقة جدا عبارة عن جزئين، خلي نقرأ الجزء الأول فقط. يقول أخ محمد: الشعب يظل إلى متى الشعب يظل مثل كرة القدم يلعبون به العملاء وتجار الدين؟ ألا يعلم الشعب أن من نهب البلاد والعبادة هم والذين ومن الذي خلق الطائفية ومن أخرج السجناء من أبو غريب، يقصد على القيادات القاعدة في زمن نور المالكي. وألا يعلم أولاد العملاء بالخارج يتسكعون بالملاهي والشعب بات أو يئن من الجوع والمرض، لا صحة لا تعليم، عصابات بالشوارع، هي الحياة والكرامة بس لطم وبتشي. يقول الله أكبر، عيب على الشعب يصير رخيص لهذه الدرجة. عندنا أيضا رسالة مبروك من الإمارات، يقول: تحية لك أخي محمد، قناتكم البطلة، كادركم الأصيل. يقول أخي محمد: ما مر به العراق منذ الاحتلال وإلى الآن مشهد بقاء هذه الوجوه على كرسي النفوذ قلتها، قلتها من قبل أخي محمد، لن يستقيم الوضع إلا بتغيير الوجوه مثل نوري المالكي وحكومة العمالة المحسوبة لإيران. يجب تغيير هذه الوجوه لأنهم جلبوا الدمار والخراب والفساد وقتل وبسط سيطرة النفوذ. ماذا ينتظر الشعب من هؤلاء المحسوبين على إيران؟ لن ينتخب الشعب هذه النماذج لأنها نماذج إيرانية طائفية. نأمل هذا الموضوع، للأسف ننصدم كل سنة. ولك أخي محمد وقناتكم البطلة وكادركم الأصيل الشهم، مبروك من الإمارات. طيب، أحد المشاركين أيضا اتصل، ذكرنا سابقا لا مجال للاتصال في هذا البرنامج عبر طبعا الواتساب. نكمل قراءة الرسائل بعد قليل، حقيقة هي بتتابع طبعا، ولكن نعطي مجال أيضا للمشاركين. سيد أبو حيدر من الفلوجة، تفضل. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أهلا وسهلا. والله أستاذ محمد، أهلا بعنفسي، وريدنا في الحق فأتيادة راح ينفسون التهمة. شوف يا تهمة يكون كلمة الحق، فأنا ما راح أتي على لساني. يعني أتذكر مقتدى الصدر قبل فترة طلع قال هاي الحكومة كلها فاد، وعنده كذا برلماني ووزير بيها رحم الله والديه. مقتدى الصدر هو من ضمن الحكومة ومن ضمن المراجع اللي تحكم هذا البلد. نعم، هاي مو عشاية عشاية، هو السيد مقتدى الصدر. أي نعم. فأنا أريد أقول أول ما نبدي السيد مقتدى الصدر، أنت يا سيد مقتدى الصدر تقول وباعترافك وأنت رجل دين تتحاسب باكر أمام الله، إذا شهد الزور تتحاسب أمام الله. زين أنت جيت الحكومة كلها فاضلة ويرادلها هذا المصطلح مالك سلع تلع. زين أول ما توصل المفروض توصل أتباعك إن الحكومة فاضلة، يا بالعادي راح ينتخبوا مو؟ حتى المواطن البسيط اللي ما عنده اطلاع، اخاف اكو عراقيين بسطاء يعني على الفطره لحد الان ما يعرفون، يقتدون بالسيد مقتدى الصدر. يابا السيد قال لك راح تنتخبون لان هاي حكومه فاسده. ما هو مقتدى الصدر من هسه يحضر للعبه دي، يعني ما شاء الله هسه مقتدى الصدر طلع بلقاء قال انا ادعم حيدر العبادي. من قال هاي الكلمه؟ ايش قد عنده انصار؟ 3 مليون 4 مليون 5؟ اي راحوا انتخبوا العبادي. يعني وين التغيير؟ وين الاصلاح اللي يدور عليه؟ اللي من يوم اللي اجى العبادي الصدر يهدد بالعبادي، يا تصلح يا نروح نوقف لك قدام الخضراء، وطلع مظاهرات ورجع وتظاهر ورجع. يعني وين الاصلاح؟ اشو حيدر العبادي حتنتهي ولايته وخلاص، هاي ماكو لا اصلاح ولا هم يحزنون. وبعدين يعني ايش وقت ينتظر مقتدى الصدر حتى تتحقق مطالبه ومطالب جماهيره طبعا انصاره والعراقيين بشكل عام؟ وين الاصلاح استاذ محمد رحم الله والديك؟ انا هاي النقطه اللي هي اريد اوصل لها. انا من قلت لك المقدمه حتى ما حد يطعن بينا، ما يقول انت ما تريد تنتخب، لا تنتخب
انت شو تقول حكومه فاسده؟ هذا الحكي مو من عندي، من عندهم هم، من نفس الحكومه، وهم من اتباع الحكومه واتباع المراجع، هم رجال دين. نعم. انا مو انا المواطن الفقير اللي حكيت. فقصدي استاذ محمد. اقسم لك بالله العظيم، اقسم لك بالله العظيم. نعم. هاي الحكومه ما بيهم واحد يستاهل انه شخص يروح ينتخبه. شكرا جزيلا ابو حيدر من الفلوجه، وضحت الرساله. معنا السيده ام زمزم من بغداد، تفضلي ام زمزم. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد، 62 عنصر من الميليشيات رشحوا للانتخابات، وعلى اساس ذولا كانوا حاملين سلاح. نعم. وهسه انطوا السلاح للدوله وتحولوا الى الجانب المدني السياسي ورشحوا للانتخابات، واللي يتكلم عنهم نفسه العبادي قال ماكو فد عنصر يحمل السلاح راح يترشح للانتخابات. زين البارحه استاذ من فاز الفريق، المناطق مناطق اشتعلت بنار باسلحه ثقيله وخفيفه استاذ، يرمون على اساس فرحانين بفوز الفريق. زين ذول العبادي منين جابوا الاسلحه؟ الاستاذ مناطق حتى انتكلت ناس، الحريه، الشعله، القاهره. نعم. مدينه الصدر. زين ذول الاسلحه منين جابوها يا العبادي يا قاده الميليشيات؟ انتم مو تقولون سلمنا الاسلحه مالتنا؟ فدلاله على انه بس شكليا امام الاعلام ان هم مسلمين اسلحتهم، لكن بالحقيقه هي الاسلحه موجوده بايديهم بس شكليا على مود يصعدون للانتخابات. أم زمزم، حتى امام الاعلام هذا كلام مو صحيح، ماكو جهه سلمت سلاح حتى امام الاعلام. لا استاذ، مو قيس الخزعلي والصدر ايش قال؟ قيس الخزعلي قال نرفض انه يتم سحب السلاح من عندنا. والله انا اللي عرفته بالبدايه قال جماعه يعني ناس العصائب. سيده أم زمزم، ميليشيا العصائب. نعم. رفضت ان تسلم السلاح ورفضت ان تنخرط ضمن القوات الحكوميه. رد نهائي كان انه لا العبادي ولا الاكبر من العبادي يسحب السلاح من عندنا، عصابات فده تحكي بكيفها. نعم. استاذ مقتدى الصدر صرح هذا التصريح. نعم. مقتدى الصدر تحدث عن هذا الموضوع ولكن على الواقع لم ينفذ شيء بعد. نعم استاذ، اذا نقطه مهمه ان هناك شخصيات جديده رشحت نفسها في العمليه السياسيه. يعني مثل الشيخ خميس الخنجر وشخصيات اخرى موجودين في اربيل رشحوا عن العرب في المناطق المنتفضه. يعني استاذ احنا اذا رحنا للانتخابات او ما رحنا، ما دام العبادي والدول المستعمرتنا تريد انتخابات استاذ تسويها وترشح الشخص اللي تريده. يعني طيب مو انت خلي اللي يريد يجهز، خلي يجهز. يعني الغرب او ايران، امريكا، ايران اذا يريدون يحضرون شخصيات او وجوه معينه للعمليه السياسيه الجديده خلي يحضرون، بس يبقى الموضوع على الشعب. حتى لو رادوا يصوتون، يعني رادوا يسوون تزوير للانتخابات، هاي الجهات الغربيه ما راح تقدر تزور الموجود. يعني اوكي هي ممكن تجيب اصوات تقول هاي اصوات وهاي انتخابات، بس الواقع حيقول انه ما حد راح ينتخب. الكاميرات اللي تصور مكان الاقتراع حتثبت انه ماكو حد راح ينتخب. مضطره اللجنه المفوضيه الانتخابات مضطره تعلن عن نسب اللي صوتوا بالانتخابات، يعني هي ما راح تقدر تزور من كيف، لان اكو كاميرات حتكون مراقبه لكل مكان، حتقيس حتعد الارقام وتشوف المشاركين وغيرها. فخل تختار الجهات الغربيه ما تريد، اذا الشعب رفض ان يذهب للانتخابات سيكون احراج حتى للجهات الغربيه بموضوع الانتخابات. شكرا جزيلا السيد ام زمزم. بس نكمل قراءة الرسائل. يقول السلام عليكم ورحمة الله، أخي محمد بالمختصر، يا شعبنا العراقي من يجرب المجرب عقله مخرب. يقول لا تنخدعوا يا شعب العراق بهذه العملية الفاسدة من الأساس. السيد محمد الفارس. الدكتورة نجاح العبيدي من عمان تقول وين الديمقراطية والمواطنين تجبر للذهاب للانتخابات بالضغط؟ النازحين سيجبرون للذهاب للانتخابات تحت إجبار السلاح من قبل الميليشيات لينتخبوا الفاسدين وعملاء إيران. فعلا عندما تكون هناك خطوة تتبعها السلطة بأما أن تذهب للانتخابات أو نقطع عنك البطاقة التموينية والحصة التموينية، إذن أنت سترى ربما ما هو أسوأ من الميليشيات، باعتبار أن السلطة تلعب بالموضوع قانونيا ولكن الميليشيات تتعامل بسطوتها وقوة سلاحها.
محمد سالم من موريتانيا يقول: جزيل الشكر وعظيم الامتنان لقناة الرافدين التي شاشتنا الأولى لمتابعة الشأن العراقي والعربي. أمنيتي أن نرى العراق قريبا وهو يستعيد ماضيه التليد ومكانته الرفيعة، وإني لأرى ذلك قريبا إن شاء الله. أخوكم معتز من الأردن، الله ينصركم على الفاسدين. شكرا جزيلا معتز. أبو علي من بغداد يقول: افهم يا شعبنا، الدجاجة وعلبة المعجون بيوم واحد تأكلها، والبطانية راح تستهلك، واليوم واللي تنتخبه راح يسرقون كل شيء باسمك، واترك فتاوي المعممين لأن هم أساس دمار البلد، وخصوصا الأخرف اللي قاعد بالنجف. سيد أبو علي من بغداد، وجهة نظرك، حتى لا تقولون احنا اللي قلنا. اي معنا اتصال. سيد أبو أيمن من عمان، تفضل. حبيبي هلا، شلونك يعني؟ الله يسلمك ابو ايمن، حياك حبيبي. راح اقول لك قصه صارت مع انسانه قريبه الي جدا، راحت تجدد بطاقتها. نعم. من قيمه سنه. هاي الانسانه تزوجت سنه 79، وبقي قيدها بنيه مو متزوجه. فمن راح ابو ايمن، هاي المراه عراقيه؟ ايه زوجتي عيني عبيديه، همينا من روس العبيد. مرتبط موضوعها بموضوع الحلقة؟ طبعا. ايه تفضل. التزوير اللي بصير قاعد. نعم. فراحت تجدد البطاقة مالتها. نعم. قالوا لها انت مطلع بطاقة. وين مطلع؟ قبل سنتين مطلع بطاقة. فالمهم من هون لهون وهي ما مطلعة. نعم. المهم بالاخير وصلت الشغل لعند مدير هذا، قال لها شوفي انت تريدي بطاقه ولا تريدي هذاك؟ قالت لها اريد بطاقه. قال لها اطلع لك بطاقه زي القديمه انك بعدك ما متزوجه. فعندها ثلاث اولاد، الكبيره فيهم 28 سنه وبعدها بنيه هني. نعم. اخ هذا هو هذا اللي بصير، وما بالك باللي ميتين وطلعوا لهم بطاقات. نعم. واللي مش موجودين من آلاف السنين وطلعوا لهم بطاقات. فعلا يعني شكرا أبو أيمن. هناك من شارك بالانتخابات وهو متوفى يعني بالقبر، وصوت راح صوت للحزب الفلاني. سبحان الله. عموما خلي أقول لكم على هذا الخبر. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم الاثنين تسجيل 200 كيان سياسي مشارك بالانتخابات، 200 حزب، 200 حزب في العراق مشارك بهالانتخابات. تخيلوا العدد، انه 200 حزب كم عضو بهذا الحزب، كل حزب يحتوي على كم عضو. تخيلوا كمية المرشحين اللي موجودة الآن من ال 200 حزب، خلينا نطلع 6 جدد بوجوه جديدة طبعا دخلت إلى العملية السياسية، خلينا نقول 5. يعني عندك على سبيل المثال، طبعا هاي امور تقديريه، 195 حزب بنفس الوجوه كما يصفهم العراقيون، الكالحه اللي موجوده الان في السلطه هي نفسها، راحت غيرت الاسماء. حنان الفتلاوي الان صارت تشتم المالكي، صارت تتهجم على المالكي، تنشر له صور يسوي حركات بوجهه وكذا على صفحتها الرسميه تنتقده، على الرغم انه هي من دولة القانون، غيرت بس طلعت من الحزب، سمت نفسها باسم ثاني وحزب يعني اسم جديد كعمار الحكيم كغيره، يضحكون على الناس. هم نفسهم هي نفسها حنان الفتلاوي اللي قالت 7 مقابل 7، هذا الشعار الطائفي اللي يقول انه اذا مات 7 شيعة ينقتلون 7 سنة لازم قباله. هي نفس الوجوه، نفس الشخصيات السنيه اللي تقول كسليم الجبوري مثلا ديالة هويتنا، وديالة ذيك هي محتلتها الميليشيات ومدمره وما بقى بيها مسجد واقف على رجلي. نفس الوجوه، نفس الشخصيات اللي تبوق الشعب تدمر البلد، وبالاخير يغيرون بس الاسماء على اساس انه هو يمكن يقدر يضحك على المجتمع. عموما عندنا اتصال. سيد ابو ايمن من ابو علي من الدجيل، تفضل ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ؟ حياك الله ابو علي، اهلا وسهلا. الاستاذ بدون زحمه، اردنا مداخله صغيره اذا ماكو زحمه. تفضل. على حول الانتخابات. نعم. الانتخابات، السيد العبادي جاي يدعي على الانتخابات، والاعلام جاي يطبل على الانتخابات، وانطوا في محاور الصحفيين عوده النازحين،
صدقوا اعتقد اكثر اللي رجعوا هسه اعتقلوا مره ثانيه مو كعائله وانما كل بيت اعتقل من اثنين ثلاثه يعني اكثر من 6000 شخص حسب معلومات اللي عندي اكثر من 6000 شخص بس اللي مطلوبين في محافظه صلاح الدين بعدها شلون الناس راح ترجع وشلون راح تصير الانتخابات صحيح يدرون هم ما حد يرجع هم مقتنعين لان اي واحد طيب ليش لعد ليش لعد يصر حيدر العبادي على اجراء الانتخابات الموعد هيقول هذا استحقاق دستوري يجب ان يتم طيب شلون يجب ان يتم وانت عندك ناس بالملايين برا بيوتها يعني هسه تجي على المخيم اللي تجي على مخيم عربد والمخيمات اللي موجود في شمال في شمال العراق شو صار راح ينتخب وهو ما عنده نفط فيتحمى ماكو نفط حتى السنه وجبه نفطيه ماكو يعني هسه الناس ما يعني ما تقدر تحكي حتى هموم الناس شلون راح ينتخب راح ينتخب منو نعم كان الله بالعون وشكرا جزيلا ابو علي من الدجيل انا اشكرك للمشاركه طيب خلينا نعرض المقطع الثاني للعبادي اللي يقول انه البلاد بحاجه الى مصالحه مجتمعيه تقتضي التعاون لاعاده الاقليات والعشائر اللي نزحت الى مناطقها خلينا نشوف الان مصالحه مجتمعيه نحن معها اكو وثيقه نهائيه هل تتبناها الحكومه العراقيه ما تتبناها او تترك للكتل السياسيه هذا جاي يبحث في الوقت الحاضر بس احنا سرنا في كل هذه الافكار واعطينا افكار في هذه الوثيقه بالمناسبه يونامي لا يجوز لها ان تتولى مشاريع خارج طلب الحكومه العراقيه يونامي موجوده في العراق بطلب من الحكومه العراقيه وعليها ان تلتزم وهذا هم يقولون مو بس احنا يعني ان تلتزم بسياقات الدوله العراقيه وسياده العراق وكل عمل تعمله المفروض بطلب من الحكومه العراقيه وايضا لمساعده الحكومه العراقيه في انجاز مهامها المصالحه المجتمعيه يعني شنو المصالحه المجتمعيه وشنو الموجود في المجتمع اللي يحتاج الى مصالحه طيب انتم اللي دمرتوا هذا المجتمع انتم السياسيين اللي جلبتوا الطائفيه لهذا المجتمع عندما يخرج واحد مثل نوري المالكي يقول انا شيعي اولا قبل ان اكون عراقيا او يطلع مثل موفق الرباعي واحد يقول احنا مؤتمر لندن والمؤتمر صلاح الدين لما حضرنا احنا كنا ضمن الوفد الشيعي مو ضمن ما يقول احنا عراقيين حضرنا للمؤتمر يقول احنا كنا ضمن الموفد الشيعي عند وضع عندما توضع الطائفه قبل القوميه وقبل الوطن وقبل شعار الوطن هي طبيعي حتسوون خلاف بالمجتمع حتسوون تناحر ما بين اطياف المجتمع عندما توصف محافظات بعينها بانها بؤر للارهاب وانها خلايا سرطانيه يجب ان تستأصل عندما يكون الشعار هو كلا للنواصب وغيرها من هذه الامور ما هي معروفة هي تقصد منه هاي الشعارات يعني ما محتاجة عبقري يجي يفسر هاي المواضيع عندما ترى المرجعية اللي ينتقدوها هواية من الجماعة هنا ويانا المشاركين عندما ترى الزيارات وتنفق عليها وتدعو إلى دعمها وفي المقابل تنظر إلى اللاجئين والمهجرين النازحين في العراق الآن ولا تقدم لهم الدعم هذه تفرقة هذه هي الطائفية لا هي شنو الطائفية طيب فالمصالحة المجتمعية أنتوا أساس الخراب اللي بالعراق وبعد ذلك تدعون إلى المصالحة عموما يعني المشاركين حقيقة ما عندنا الوقت لم يسعفنا طبعا نقرأ على السريع بعض الرسائل يقول أحد المشاركين أخي السلام عليكم الأمس هجوم مسلح في منطقة الدورة حي الوادي على شيخ عشيرة العقيدات وإصابة أحد أفراد عائلته بإصابة بالغة والسلام عليكم أيضا أحد المشاركين لدينا رسائل كثيرة طبعا يقول إيران تعتمد انكشف مشروع إيران ضد العرب شعار أنه عنصرية وهمية لقتل العرب وتدمير الوطن العربي يقول إيران تعتمد على خونة العرب عبارة عن حذاء طيب عموما طيب أيضا رسائل طويلة جدا حقيقة أحد المشاركين اعتذر أبو مصطفى الجبوري اعتذر منك طبعا وايضا رساله من عبد الله العراقي اعتذر منك طبعا لعدم قراءتها طويله والوقت لا يسعفني ايضا احد المشاركين يقول يا شعب العراق ما كفاكم ذل فنتحد ونضرب بيد من حديد على راس هذه الحكومه الفاسده الى متى نبقى نموت من اجل من لا يستحق عموما المشاهدين الكرام انا اشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعه نلقاكم ان شاء الله في حلقات اخرى الى اللقاء